عزيز بونجور. صباح النور والسرور حسام، وصباح الخير لكل مستمعينا الأوفياء وين ما يصل لهم صوتنا. نقول لهم مرحبا بكم في فقرة نيوز الكان. خلينا ننطلق بآخر استعدادات المنتخب الوطني التونسي. البارح قام المنتخب الوطني التونسي بحصة تدريبية مغلقة، اليوم كيف كيف باش تكون فما حصة تمارين مغلقة، لكن باش تكون مفتوحة لمدة 15 دقيقة للصحفيين، باش ياخذوا بعض التصريحات الصحفية ويقوموا بعض الصور والفيديوهات. كيف كيف اليوم نص نهار بتوقيت تونس وال11 بتوقيت الكوتيفوار، باش تكون فما ندوة صحفية لجلال القادري مع اللاعب التونسي عيسى العيدوني. فما كواليس حول التشكيلة كونها باش تتغير في مباراة مالي مقارنة بالمباراة الأولى ضد ناميبيا، باش تكون فما ثلاثة تغييرات. حارس مرمى باش يبقى نفسه البشير بن سعيد، وجدي كشريدة، منتصر الطالب ياسين مرياح، والتغيير نورمالمون باش يكون علي العابدي مكان علي معلول. في وسط الميدان الياس الصخيري، أنيس بن سليمان، وعيسى العيدوني مكان بشرشة أساسي مكان محمد علي بن رمضان. وبالنسبة في الهجوم لأول مرة باش نشوفوا يوسف المساكني كمهاجم وهمي كيف ما كان يلعب وهبي الخزري قبل. وبالنسبة على اليمين باش يدخل حمزة رفيعة، وعلى اليسار باش يبقى الياس العاشوري. هذه مبدئيا التغييرات اللي باش تكون موجودة. كيف كيف البارحة وددية المدربين التونسيين تدعم جلال القادري. وددية المدربين التونسيين تهبط بيان حول اللي يعتبروها الهجمة اللي قاعد يتعرض لها جلال القادري من قبل شخصية عامة، من قبل محللين إعلاميين صحفيين ممثلين إلى آخره. قالت في بيان لها فمش علاش باش جلال القادري يتعرض إلى كل هذه الشتائم والتنمر. الحقيقة بعدنا كل البعد عن النقد، ولا بين ظفرين يعني تعطي حق در. وصلت حتى عائلة جلال القادري تقلقت من هذا، ووصلت جيتهم معتها مساجات على الخاص كلهم شاتم. الحقيقة نحن في غناء عن مثل هذه التصرفات. سينو هذه أهم الأخبار حول المنتخب الوطني التونسي. البارح كريم حكي زاد كان موجود بعد بعثة المنتخب الوطني التونسي، باعتبار أنه كريم حكي وقع اختياره من قبل الكاف كونه هو من بين الأفضل أو الأكثر مشاركات في كأس أمم أفريقيا، دونك هو سفير كأس أمم أفريقيا. البارح كان موجود بحث لاعبي المنتخب الوطني التونسي، واللي كان عطاه عدد من التوصيات لفائدة لاعبي المنتخب، خاصة بعد خروج اللاعب اللي تعرض لإصابة طه ياسين الخنيسي وعودته إلى تراب الوطن. دونك كريم حاجة البارح كان موجود بحضر بعث المنتخب باعتبار وأنه الوقت الحالي احنا في حاجة لرفع المعنويات بالنسبة للعناصر الوطنية، إما الناخب الوطني جلال القادري أو الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي أو اللاعبين امتعنا، لأنه الحقيقة الوقت هذا اللي لازم الناس كل تقف مع بعضها، لأنه مازالوا عندنا زوز مباريات ديسيزيف. دونك نحكي على مباراة بمثابة مباراة الكأس، دونك الربح الانتصار أو الانتصار يعني لا غير. رينا البارح مباراة المنتخب المصري الحقيقة، ورينا الجرينتا بتاع المنتخب المصري، إن شاء الله نقاو تعادل المنتخب المصري، لكن إن شاء الله نقاو نفس الجرينتا عند المنتخب الوطني التونسي وعناصرنا الوطنية نقاو الانتصار إن شاء الله نهار 6 9 تاع الليل. أكيد هذا هو مهم جدا الحقيقة، يكون اللاعب بالقيمة متاع كريم حقي موجود في تمارين المنتخب الوطني التونسي، لاعب كبير وكادر، ونتصور معناتها يعطي شحنة اللاعبين. كريم حقي غني عن التعريف، لاعب كبير لعب في أحسن البطولات الأوروبية، كيف كيف هو بطل من أبطال 2004، وكان جاب كأس أمم أفريقيا الوحيدة للمنتخب التونسي. نتمنى التوفيق غدو المنتخب التونسي في مباراته ضد مالي 9 متاع الليل نهار السبت. وهذه كانت آخر أخبار منتخب الوطني التونسي. خلينا نعملوا لمحة على أهم مباراة اللي تلعبت البارح الحقيقة، مباراة أقل ما يقال عنها كونها مليئة بالإثارة والتشويق، اللي هي المباراة اللي دارت بين المنتخب المصري ومنتخب غانا وفات 2-2. مباراة ممتازة للغاية الحقيقة من زوز أطراف. فما اللاعب اللي الحقيقة قدم مردود طيب، اللي هو اللاعب عبد القدوس، لاعب منتخب غانا واللي يلعب في وستهام الإنجليزي، كان مركة دوبلي البارح. كيف كيف لاعبين المنتخب المصري الحقيقة، فما لاعب البارح حسام، أنا البارح ونكتشفته
ما كنتش عندي عليه فكرة، واللي هو اللاعب إمام عاشور، لاعب وسط الميدان، الجوار بالحق يلعب بقلب ورب برشا جرينتا، منهم سبرينت عملها من الدزويت للدزويت كيفاش مشافك الكرة ورجع جريبيها ويعطي في الباسات، بالحق لاعب ممتاز جدا. هو لاعب يلعب في الأهلي المصري كيف كيف اسمه اللاعب اللي مركز البونتو الآخر، لحظة شوف فينو اسمه، هو الحقيقة البارح مرموش المباراة هي البارح وفات بنتيجة 2-2 وافتتاح النتيجة كان من قبل هو الشوط الأول انتهى بانتصار غانا هدف مقابل صفر عن طريق اللاعب عبد القدوس، وبعد عودة من جديد المنتخب المصري خلينا عدل وأقل من دقيقتين ثلاث دقائق يعاود يتقدم في النتيجة المنتخب الغاني، ومن ثم عمر مرموش لاعب أنتراخت فرانكفورت الألماني اللي قدم زاد أداء به في هذه المباراة يعدل النتيجة. البارح الحدث المهم في مباراة مصر وغانا في الشوط الأول إصابة النجم المصري محمد صلاح في العضلة الخلفية للفخذ، التشخيص المبدئي يقول كونه الإصابة خفيفة، في انتظار كونه اليوم يقوم بإجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة حول الإصابة، مش نعرفه هل أن هي إصابة خطيرة أم إصابة خفيفة وبش يرجع في المباراة الجاية. كيف كيف البارح كانت لعبة مباراة غينيا الاستوائية وغينيا بيساو اللي انتهت بفوز غينيا الاستوائية بنتيجة عريضة 4-2. في المباراة هذه فما رقم جديد واللي هو المهاجم إيميليو نسيو اللي مركه هاتريك واللي هو يكون أول هاتريك في كأس أمم أفريقيا 2024 بالكوتيفوار. بخلاف مباراة غانا ومصر وغينيا إكواتوريال وغينيا بيساو فما ماتش الحقيقة زادة كان ماتش مهم وماتش قمة اللي هو بين الكوتيفوار ونيجيريا، انتهى بفوز نيجيريا هدف مقابل صفر. الكوتيفوار الحقيقة حسام بينت البارح كوني ماهيش شكل المنتخب متاع قبل، منتخب الفيل اللي يفجع اللي عنده لاعبين كبار او ما تعرفش عليها، ما تعرفش عليه اختي يقلب بالطرح الكوتيفوار. اي اما البارح بالرغم قدام في ارضه قدام جماهيره واستاذ اللي يهز 70,000 ما وجعش القدام، ما عملش حاجه فريمون اللي تخلينا نقولوا منتخب الكوتيفوار ينجم هو يكون سحب اللقب بالنسبه لهذه الدوره. هذه كانت حوصل على اهم مجال البارح. خلينا نقول لكم خلينا نجبك شويه لمباراه المنتخب الوطني التونسي لانه كانت نزلت اخبار في علاقه مفادها كونه دخول مجاني لمتابعه مباراه المنتخب الوطني التونسي. الكاف كانت نزلت وقالت ان الطرف الوحيد المسؤول على يعني دخول الجماهير والدخول راهو باش يكون بمقابل يعني بالتذاكر، ما هوش دخول مجاني لمباراه المنتخب الوطني التونسي اللي باش تلعب ان شاء الله نعاود نذكره نهار السبت 9 تاع الليل. بما انك ذكرت الجماهير خلينا نقول لهم زاد كونوا راهو استاد باش يكون ممتلئ على الاخر بحكم مدينه كوروغو في ساحل العاج، هي موجوده على حدود مع مالي، وديجا شفنا نحن مباراه تونس وناميبيا كانت تفكر حسام الشوط الاول تقريبا كان فماش حضور جماهيري كبير، باركونت في الميتون الثاني تعبى استاد على خاطر هذوكم جاوا جماهير ماليه باش يبقاو يتفرجوا على الطرح اللي بعده في نفس استاد بين جنوب افريقيا ومالي. فقط نقطه واحده بالنسبه للجمهور محليه ماريو للشباب الرياضيه القاهره وانيا في الحقيقه في الكوت ديفوار وفي متابعه المنتخب الوطني التونسي منور من بين المراول نتاع الفرق التونسيه الاخرى كل ديما ماريو للشبيبه منور، تحيه كبيره برشا للجماهير القيروانيه اللي كانت تنقلت لمتابعه مباريات المنتخب الوطني التونسي. اكيد تحيه كبيره ليهم. بالنسبه لليوم ماتش ويت مهمه الحقيقه، ماتليثا الكافير ضد الموزمبيق، الكافير اللي انتصرت وعملت مفاجاه في المباراه الافتتاحيه ضد غانا وربحت 2-1. كيف كيف الموزمبيق قدمت اداء باهي وحقت التعادل، فرضت التعادل على المنتخب المصري، خلينا نشوفوا بالنسبه لهذه المباراه كيفاش بتنتهي. الستة متاع العشية ولهذه الحقيقة المباراة القمة الحقيقية بين السنغال والكاميرون، هذوما زوز عندهم تاريخ كبير وزوز كانوا فازوا قبل بكأس أمم أفريقيا، مباراة نتصور باش تكون فيها برشا فرجة وزوز منتخبات عندهم العديد من النجوم. التسعة متاع الليل باش تكون مباراة بين غينيا وبين غامبيا وهذه باش تكون معناتها الرزنامة متاع اليوم، ونذكركم كونه غدو المنتخب التونسي يلعب التسعة والمنتخب الجزائري يلعب ضد بوركينا فاسو وما الثلاثة متاع العشية. يعطيك صحة عزيز، شكرا ليك. دونك هذه كانت جولة كاملة على آخر استعدادات وتحضيرات المنتخب الوطني التونسي قبل مباراته يوم غد، وفكرة كاملة على برنامج المواجهات بالنسبة لليوم.